صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله ويا غريب الغرباء، يا ليتنا ندرك قائمكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. العلماء لمن اجوا الى قضية الانفاق قالوا نقسم الانفاق حسب تقسيم التكاليف الشرعية. علماء الاصول يقولون ما من عمل يقوم به الانسان الا ان يكون اما واجبا او حرام أو مستحب أو مكروه أو ماذا أو مباح. هذه الأمور الخمسة سموها التكاليف الشرعية، التكاليف الخمسة الشرعية. علماء التفسير لمن إجوا قالوا نقسم الإنفاق حسب هذه الأقسام الخمسة، فالإنفاق إما أن يكون واجباً وإما أن يكون حراما، إنفاق ولكن حرام، وإما أن يكون مكروها وإما أن يكون مستحبا وإما أن يكون مباحا. ثم بدأوا بالتفصيل هذه الأمور واحدة تلو الأخرى. قالوا أما الإنفاق الواجب، هو في كلام طيب، يعني هو اكو تساؤلات عند بعض الناس اليوم راح نجاوب عليه ان شاء الله. اما الانفاق الواجب قالوا انفاق الاب مثلا او انفاق الزوج على زوجته كالخمس كالزكاة، هذه كلها شنو مولانا؟ انفاق واجب، ومنها انفاق الزوج على زوجته. هسه يجي واحد يسأل سؤال يقول شيخنا انفاق الزوج على الزوجة واجب؟ اقول لك واجب. طبعا انفاق مو خارج عن المألوف، الانفاق المراد منه هنا مأكلا ومشربا ما يناسب الحالة. فالانفاق انفاق الزوجة على الزوجة واجب؟ نعم واجب. لو فرضنا أن هناك رجل معاشه قليل وبعد أو ما عنده معاش لا يملك الأموال، حالته حكمه الشرعي ما هو؟ العلماء منهم السيد الخوئي قال يبقى هذا الرجل مشغول الذمة، الزوج يبقى ماذا؟ مشغول الذمة، متى ما حصل على مال يجب عليه الإنفاق. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، شيخنا القرآن ما أنطى للمرأة هاي الكرامة مثل ما أنطى للأبوين. شو أنت ما جبت الأبوين، يعني ما جبتهم، يعني القرآن ما قال عن الزوجة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
ولا الروايات قالت عن الزوجة أن الجنة تحت أقدام الزوجات، قالت أن الجنة تحت أقدام من؟ الأمهات. ثالثا أن دعاء الأم مستجاب، كما قال الإمام الحسين إلما لليلى: إني سمعت جدي رسول الله يقول إن دعاء الأم مستجاب. فكثير من الأحكام في الشريعة في القرآن والسنة أعطيت إلى الأبوين، الإنفاق إنفاق على الأبوين واجب أم لا؟ العلماء قالوا فيه تفصيل، اسمع مولاي، قالوا إنفاق الولد على الأبوين على نحوين، إنفاق الولد على الأبوين على نحوين: أن أول إذا كان الأبوان يملكان معاشا، عندهم أموال، والدي يعمل ووالدتي تعمل، عندهم معاش، عندهم أموال، عندهم ماذا؟ عندهم دور، عندهم عقار، لا تجب النفقة على الأبوين. أما إذا كان لا ما يملكان المال، ما عندهم مال، يجب على الولد ماذا؟ الإنفاق على من؟ على الأبوين، خلاف الزوجة. الزوجة عدها أو ما عدها يجب على الزوجة أن ينفق ماذا؟ على الزوجة. هذا الكلام كله مولاي قاعد أتكلم به هذا فقها، يعني ماذا؟ يعني براء الذمة وعدم براء الذمة. هذا الكلام كلام فقهاء، يعني شدني تقول شيخنا مولانا أكو كلام كلام ماذا؟ علماء الأخلاق، غير هذا الكلام، يعني وضح لي أكثر. الآن نحن في عاشوراء وفي قضية الإمام الحسين سلام الله عليه، لو الآن جبت عالم من علماء الأخلاق وجبت عالم من علماء الفقه وقلنا لعالم من علماء الفقه قلنا له: ما رأيك بصلاة الحسين وما رأيك بصلاة عمر بن سعد؟ ما راح يسألني هذا علماء عالم الفقه، ما راح يسألني أن هذا الحسين وهذا عمر بن سعد، أبد ما يجيب هذه القضية. راح يقول لي أن الحسين صلى بوضوء، أقول لك نعم، صلى وكبر نعم، توجه للقبلة ركع سجد تشهد، أقول له نعم، يقول لي صلاته صايعة. لما يجي إلى عمر بن سعد نفس العملية، يقول لي: هل توضأ؟ هل توجه للقبلة؟ هل كذا وكذا وكذا فعل؟ أقول له نعم، يقول صلاته صحيح حسب الميزان المعروف. أجيب عالم الأخلاق ماذا أقول له؟ أقول له: ما رأيك بصلاة الحسين وما رأيك بصلاة عمر بن سعد؟ ماذا يقول؟ ما راح يسألني عن الوضوء، أنه توضأ الحسين لو ما توضأ، توجه للقبلة لو ما توجه، لا، راح يقول لي رأسا: صلاة الحسين صحيحة لأنه إمام معصوم، وعمر بن سعد صلاته باطلة لأنه خرج على إمام زمانه، ومن خرج على إمام زمانه كافر. شوف الجواب الأول عن الثاني يختلف. تعال وياي، علماء الفقه ماذا قالوا؟ ما قال هذا أبوك وقضى ربك وعليك بالأب والأم، لا، قال إن كانا يملكان المال فلا نفقه، ما عندهم نفقه. وخر بلا زحمة، تعال لعالم الأخلاق ماذا تقول؟ قال: الولد وما يملك لأبيه. اختلف الجواب لو ما اختلف؟ الولد وما يملك لأبي، يجب عليك ماذا؟ أن تعطي نفسك وأموالك لأمك وأبيك. هذا الجانب الأول. زين، عندنا بعد كلام طويل. الجانب الثاني شنو مولانا؟ الإنفاق المحرم، إنفاق ولكنه محرم. متى يكون الإنفاق محرم؟ إذا أنفق الرجل على شيء محرم، كالذي مثلا ينفق على طباعة كتاب منحرف، كالذي يساعد ماذا؟ إرهابيا،
كالذي ماذا؟ يشتري سلاح يقتل به مسلما. هذا كله شو يسمونه مولانا؟ يسمونه انفاق محرم. كالذي يشتري خمره، هذا العمل حرام، كل عمل حرام، الانفاق عليه حرام. هذا الامر الثاني. الامر الثالث شنو؟ الانفاق المكروه. كراهه ماذا؟ انفاق ولكنه مكروه. مولانا شنو مكروه يعني؟ مكروه لا اثم عليه، ولكن ماذا؟ توفيقات تقل عنده، هذا يسمونه مكروه. زين، الانفاق المكروه ما هو؟ قالوا كالذي اشترى طعاما يؤكل امام حيوان. يعني انا اشتري لولدي طعام، او اجى ولدي اخذ الطعام هذا اكله امام بقرة اجلكم الله، وهاي البقر شو اكل الطعام عندنا في الشريعة امام الحيوان يكره. لماذا؟ لان هذا الحيوان لعله جائع ولا لسان له. شوف الامام الحسن سلام الله عليه، الامام الحسن يوم من الايام مر على ضيعة على بستان، فرأى عبدا مملوكا واضع الطعام بين يديه، وبعد وأمامه كلب أجلكم الله. يقول يباوع الحسن عليه السلام، هذا شال نص طعاما نصف طعاما ظالما للكلب. يقول الإمام بعد يراقب الأمر، يقول قد للحظة، يقول أخذ طعامه كله رماه علما للكلب. الإمام إجا قال له يا فلان ماذا فعلت أيها المملوك، ماذا فعلت؟ قال سيدي دفعت بطعامي لهذا الحيوان. قال لماذا؟ قال سيدي هذا الحيوان جوعان ولا لسان له حتى يقول أنا جوعان، أنا أملك لسان إذا جئته أطرق الأبواب أو ماذا أنادي فلانا وفلان، أنا عندي لسان. يقول الإمام ذهب واشترى تلك الضيعة واشترى هذا العاب وجاء إليه، قال كرامة لهذا العمل الضيعة لك وأنت حر لوجه الله. ولهذا تشوف أنت الإمام زين العابدين سلام الله عليه ناقته يحج عليها أو حج عليها على ظهرها ركوبا 25 سنة. الإمام شو يقول؟ يقول للناقة لولا خوفي من الله لضربتك بمسواك هذا، لولا خوفي من الله لضربتك بمن؟ بمسواك هذا. تدري الإمام الباقر شو يقول؟ يقول لما استشهد والدي زين العابدين، يقول هاي الناقة 5 مرات رابطيها تقطع الحبال وتذهب إلى قبر الإمام. يقول في المرة 5 الإمام قال لهم اتركوها. يقول احنا في البيت نسمع أنينها، عند الصباح وجدناها قد ماتت عند قبر الإمام، لأنه كان يتعامل معها تعامل. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يجي على القتل والمثل ماذا قال؟ قال لا تجوز المثل حتى بالكلب عقور، يعني الكلب الأجرب، لأن هذا الكلب أجلكم الله الأجرب إذا أصيب بهذا المرض، هذا المرض ينزل للعظام وبالتالي يقتله، يعني ماذا أمله بالحياة جدا قليل. يقول حتى لو كان هذا الكلب اللي أمل بالحياة جدا قليل لا تجوز فيه المثلة. إذن ماذا؟ النفقة مكروه، وبعد والإنفاق المكروه، بعد عندنا الإنفاق المستحب. قبل ما أدخل هنا نبي أكفت كلمة طيبة فيها معلومة جميلة. هسه يجينا واحد يسألنا سؤال يقول شيخنا شنو الفرق بين الهدية وبين النفقة؟ خويا قاعد نتوهم، يعني واحد ينطي لواحد ما نعرفه هاي هدية هذا إنفاق، هل هناك
شيء يميز بين الإنفاق وبين الهدية؟ أقول له نعم، العلماء أنطوا علامتين فاصلة بين الإنفاق وبين ماذا؟ وبين الهدية. ماذا قالوا؟ قالوا إذا أعطيت شيئا لشخص ما، اسمع اسمع، إذا أعطيت شيء لشخص ما من دون نية القربى كانت هدية. يعني الآن أنا أنطي الخاتم هذا لواحد من دون أن أنويها قربة إلى الله أصبح هدية. أما إذا دفعت شيئا لشخص بنية قربة إلى الله أصبح صدقة. لاحظ العبارة شلون؟ هذا واحد. اثنين، يقال أن الهدية أو الصدقة عقد لازم والهدية عقد جائز. شنو مولاي؟ شنو الكلام هذا؟ يعني عندنا بالفقه علماء الفقه لما تجيهم يقولوا لك هذا عقد لازم. شنو عقد لازم؟ يعني إذا تبايعنا واشترينا أنا وياك، تبايعنا مولانا، أنا بعتك هذا الشيء، قلت لك بعتك هذا الخاتم بألف دينار، قلت أنت اشتريت، دفعت علي، دفعت للألف وطيتك الخاتم، مشيت أنت مسافة لازم أن نغادر المكان، يعني هكذا مشينا مسافة، اتصلت علي بالتليفون قلت لشيخنا تراني عندي نية أرجع الخاتم. أقول لك لا، أنا ما أرجعه، الخاتم عندك وفلوسي ماذا؟ عندي. هذا ليش؟ يقول هذا عقد لازم، يعني كل من عنده حاجته. بعد العقد الجائز يختلف، العقد الجائز يجوز الاسترجاع، والفرق هنا أن الهدية إذا أعطيت لشخص وبقيت العين موجودة يجوز استرجاعها. يعني شلون؟ يعني الآن أنا هديت هالخاتم هذا لواحد من المؤمنين، بعد شهر شهرين ثلاثة أربعة التقيت بي، حل الخاتم بعيني، صارت لي مشكلة معه، أرجع حاجته من عنده، قلت له عمك هذا كل من طريقه، بعد هذا الخاتم مالت الله يعطيك العافية انطيني اياه. يقول يجب استرجاع الخاتم إلي إذا كان موجودا، يجب استرجاع الخاتم إلي، إذا ما رديته راح تتحول القضية من هدية إلى غصب، فتتحول القضية من هدية إلى غصب. نعم إذا أهديت هذا الخاتم هدية لمن؟ إلى أرحامي، زوجتي، أمي، أبوي، أخوي، أختي، خالتي، عمتي، حتى لو ما موجود خلاص ما رجع بعد. هذا الحكم على الغريب وعلى البعيد، إذا بقيت العين يجب استرجاعها. واحد مولانا هدالي فد قضية ما، فد هدالي خاتم، وأنا طلعت من أنا سويت بعت الخاتم، قلت هسه هدية نعم الله خلنا بيعه، بعت الخاتم إي مولاي، تفت العين. إجاني بعد أسبوع صاحبه قال يا بريد الخاتم مالتي، أقول الخاتم بعته، بعد مو من حق أن يطالب بالأموال، الأموال لي لأن العين قد انعدمت. الصدقة تختلف مولاي، الصدقة تختلف، إذا أعطيت صدقتين لا يجوز استرجاعها، إذا واحد انت صدقة ما يجوز استرجاع. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني شنو مولانا؟ هواية القرآن والسنة احترمت الصدقة، يعني أكو أمور في القرآن مولانا وأكو أمور في الشريعة تشوف أن الشريعة هواية تركز عليها، هواية تعطيها اهتمام، قلت لك الأبوين مثلا هواية تعطيهم اهتمام، بعد كالصلاة هواية تعطيها اهتمام، الصدقة هواية تعطيها اهتمام. ليش؟ يقول لأن الصدقة فيها خير في الدنيا والآخرة، الحلوة اللي بيها مولانا أن الصدقة ماذا؟ في الدنيا والآخرة. شوف الإمام الباقر سلام الله عليه، اسمع هذه الرواية، الإمام الباقر سلام الله عليه يوم من الأيام
أعطى صدقة لشخص ثم أخذها منه قبلها ثم أرجعها إليه. فتحركة حلوة. أصحاب الإمام تعجبوا بهاي الطريقة، شنو الإمام انطاها ثم أخذها ثم قبلها ثم أرجعها؟ سألوا الإمام قالوا له يا ابن رسول الله نراك قد دفعت الصدقة ثم أخذتها فقبلتها ثم أرجعتها. قال اعلموا أن الصدقة تقع بيد الله، يعني برحمة الله، احنا ما عندنا الله نقول عنه له يد، ليس كمثله شيء، تقع بيد الله أي برحمة الله قبل أن تقع بيد السائل. ولاهتمام الصدقة وجودها وآثارها ترى أن عليا تصدق وهو ماذا؟ راكع. تصدق وهو راكع، أول مرة واحد يسويها يتصدق وهو ماذا؟ هو راكع. بس هاي الصدقة إلها شروط. أولا أن تكون قربة إلى الله، مولاي يتعود على هذا الشيء. هذا واحد من علمائنا، أصور الشهيد الأول أو الشهيد الثاني، صاحب اللمعة أو الشهيد الثاني، يقول هكذا، يقول كل شيء، يقول الأعمال على قسمين، الأعمال اللي يقوم بها الإنسان على قسمين، أكو أعمال ما تحتاج إلى نية كغسل الثوب، هذا الثوب عند الآن متنجس، أجيب أحطه تحت الماء غسلته طهر، أحتاج إلى نية؟ لا ما أحتاج. الصلاة؟ لا مولانا، لابد أن تكون للصلاة ماذا؟ نية. يقول إذن الأعمال على قسمين، أكو عمل يحتاج إلى نية وعمل ماذا؟ لا يحتاج إلى نية. هذا العالم يقول كل عمل سويه في نية، حتى ثوبك هذا اللي تغسله اللي ما يحتاج إلى نية، يقول لما تغسله شو يقول؟ نويت أن أغسل ثوبي قربة إلى الله، أرد أصعد في السيارة مالتي، أرد أمشي ماذا؟ لمكان ما، أقول ماذا؟ أقول اللهم نويت أن أذهب إلى المكان الفلاني إلى مجلس الحسين قربة إلى الله، اللهم إني ذاهب إلى زيارة فلان المريض قربة إلى الله. دائما يقول تعود على نية القربة حتى كل شيء يكون ماذا؟ لله عز وجل. ولهذا تشوف أن الإمام سلام الله عليه يقول ماذا؟ أو شروط الشريعة تقول على المتصدق أن ينوي قربة إلى الله، هذا واحد. اثنيا أن لا تلازم الصدقة المن والأذى. صحيح مرات الفقير مولانا المحتاج يظل يلح عليك يعور راسك، صحيح، بس هو من ضيمه. أكو مثل عندنا يقول اللي رجليه بالماي مو مثل رجليه بالنار. مولانا صح يلح عليك يعور راسك، بس انت قابله بأمر آخر، لا تقابله بالمن والأذى. قابل بمن؟ قابل بترحيب، كما كان يفعل الإمام أمير المؤمنين لما يجي السائل، الإمام يدير وجهه عن السائل، يقول له اكتب حاجتك على الرمال واذهب إلى أهلك حتى لا أرى عزة المسؤول وذل السائل. شو الكلام عظيم هذا؟ الإمام الحسين سلام الله عليه كان ينطي الصدقة من وراء الباب ويعتذر من صاحبها. الإمام الرضا سلام الله عليه يوم من الأيام دخل عليه رجل أفريقي، قال له يا ابن رسول الله أنا مو فقير، أنا رجال تاجر في أفريقيا، أنا رجال تاجر في أفريقيا أطوف حول الكعبة باقوني، والآن أنا محتاج إلى أموال للسكن للمأكل للمشرب للملبس، فممكن تنطيني أموال وأنا لما راح أرجع إلى أهلي أتصدق بدلها بخمسة، يعني أضعاف خمسة، إذا تعطيني ألف راح أصدق بخمسة آلاف. يقول الإمام قال له أجلس. جلس. واحد من أصحاب الإمام يقول لما فرغ المجلس دخل الإمام إلى الغرفة، يقول أكو فتحة في داخل الفتحة على الباب فوق الباب،
يقول صرخ الإمام من وراء الباب: أين الرجل الأفريقي؟ قال: نعم. يقول: مد الإيد. يقول: مدت إيد الإمام، قال: خذ هذه الأموال ولا تتصدق بدلها، فهي هدية منا. ما يريد الإمام يرى وجهه وفيه ماذا؟ خجل. لا لا لا، ولا تعال أنت، سبحان الله. الإمام واحد من بعد الإمام الحسين، بعد مقتل الإمام الحسين، يجي سائل يطرق الباب. زينب ما تعرف القضية. زينب مو هي كانت الصدقات مولانا، الحسين كان المسؤول. إذا مو الحسين العباس، إذا مو العباس علي الأكبر. يقول واحد طرق الباب، صاحت زينب: من الطارق؟ قال: سبحان الله، أول مرة أسمع هذه الكلمة. أنا صار لي سنوات أجي إلى هنا أطرق الطرقة هاي تطلع لي فلوس أخذها إلى عياله وأمشي. أول مرة. سأل: أين الحسين؟ قالت له: الحسين في سفر. أين العباس؟ قالت له: العباس في سفر. أين علي الأكبر؟ أين القاسم؟ يقول: لما قالت لهم مسافرين، يقول جلس عند الباب باكيا يقول: والله أن هذه السنة ماذا؟ لا أملك مالا لي ولا عيالي. راح الحسين يقول: زينب إنها فد عقد عزيز عليها، هواي عزيز، هذا هدية مياً من أمها الزهراء سلام الله عليها. ولهذا العقد هم قصة عجيبة غريبة. يقول أخذت هذا العقد، شايف البنت اللي تتزوج أمها تهدي لها فد هدية، الزهراء ما عندها إلا هذا العقد مولاي، انطتها علما دفعته إلى زينب سلام الله. هذا العقد فد إلى قصة عجيبة، هذا العقد فعل العمايل وسوى العجائب. يجي واحد سائل يدخل في زمن النبي يقول: يا رسول الله، أنا عندي يتامى لا يملكون طعاما ولا ملبسا ولا مشربا. النبي قال: والله لا أملك مالا. النبي صرخ على المسلمين اللي واقفين في المسجد: أيها المسلمون، أتملكون مالا؟ سبحان الله، اللي قاعدين كلهم ولا واحد عنده فلوس. قالوا له: يا رسول الله، ما عدنا. قال له: تعال، الدال على الخير كفاعله، اذهب إلى هذا البيت. قال: يا رسول الله، وأي بيت هذا؟ قال: هذا بيت الزهراء. روح إلى بيت الزهراء لعلك تجد حاجتك عندها. يقول راح هذا السائل طرق الباب، الزهراء من وراء الباب: من الطارق؟ قال: أنا سائل أرسلني رسول الله، ذهبت إلى الرسول فلم يكن يملك مالا، فقال: الدال على الخير كفاعله، فاذهب إلى دار الزهراء. يقول كان إلى عقد، هذا العقد نفسه. هذا هدية منين؟ هذا هدية من فاطمة بنت حمزة عم النبي سيد الشهداء، مطيته هدية لمن؟ إلى الزهراء يوم زواجها. الزهراء أخذت هالعقد هذا وانطته للسائل، السائل جابه يركض به من عنق الزهراء إلى يد السائل. شنو العظمة هاي؟ يقول وقف في مسجد النبي، صاح: أيها الناس، هذا عقد سيدة نساء العالمين، هل منكم من يشتري هذا العقد؟ يقول دخل عمار بن ياسر، سمع الكلام، قال له: أيها السائل، ما رأيك بمأكل ومشرب وطعام وأموال، حمل من الطعام وحمل من الشراب وحمل ماذا من الملبس وأموال، وتعطينا هذا العقد؟ قال لك. يقول انطاع عمار ورجع عمار، سوى اشترى أفخر العطور في المدينة، عطر ذاك العقد وعند عبد، قال له: أيها العبد تعال. قال: أنت والعقد إلى الزهراء، أنت تحولت من عبد عندي إلى الزهراء، وهذا العقد تودي للزهراء. يقول الزهراء سلام الله عليها، يقول أطرق الباب هذا العبد. الزهراء قالت: من الطارق؟
قال سيدتي القصة كذا وكذا وكذا، وإن سيدي عمار اشترى هذا العقد والآن أرجعه وأنا لك مملوك. قالت أما العقد فهو عزيز علي الدنيا، وأما أنت فأنت حر لوجه الله. يقول بكى هذا العبد، قالت له الزهراء ما يبكي؟ قال عجبت لهذا العقد، كسى عريانا وأطعم جائعا وعتق عبدا ورجع إلى أهله. هنا زينب مولانا بعد يقول أعطته علما إلى هذا السائل، وقالت له ألا تأتي بعد هذه السنة، تعا بعد رجال ما عدنا. شاوين الحسين؟ قالت الحسين في سفر. شوف الإمام، الإمام علي بن أبي طالب، والله والله أن هذه الآية في القرآن إنما هي كنز من السماء للناس، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا. سبحان الله، تدري سبب هاي الآية شنو؟ أن الحسن والحسين وقعا في مرض، فتوجه علي قال إلهنا وسيدنا ومولانا إن شافيت ولد الحسن والحسين صمنا إليك ثلاثة أيام، صمنا ثلاثة أيام. يقول سبحان الله، الله شاف الحسنين، بدأوا مولاي بالصيام. أي صيام؟ أي طعام؟ طعام مولانا ماكو سفرة عد على ابن أبي طالب. الحسن إلى رغيف، الحسين إلى رغيف، الزهراء إلى رغيف، وعلي إلى رغيف واحد. وإذا شاف الحسنين جوعانين يدفع رغيف إليهم. كان يقول للزهراء، هاي علامة بينه وبين الزهراء، يقول الزهراء اطفئ السراج، تطفئ السراج ويظهر الصوت كأنما يأكل. يقول حتى يتوهم الحسن والحسين فيأكلون الطعام بالكامل وينام عن الليل كله من دون طعام. يقول أول يوم صاموا وإذا الباب يطرق، يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، أنا مسكين، أنا جاي أطرق بابكم مسكين، ما عندي لا حول ولا قوة، هل من طعام؟ يقول علي نظر إلى أولاده وإلى الزهراء، يقول الزهراء دفعت طعامها، بدأ الحسن بدفع الطعام والحسين. يقول علي بن أبي طالب ذهب مهرولا للسائل المسكين، قال خذه واذهب. يقول فطر على ماء وصام على ماء. سبحان الله، صاموا على الماء وفطروا على الماء. يقول في اليوم الثالث عند الطعام كل واحد إلى رغيف، وإذا الباب يطرق، يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، أنا يتيم، أنا أبوي ميت وما أملك الطعام، وصار لساعات أجول في أزقة المدينة، ووقع قلبي هذا وجهني إلى بيت علي. يقول الإمام أخذ الطعام أعطاه في اليوم الثالث أسير. يقول اليوم الرابع الرواية تقول هكذا، والله حضر حاجتك مولاي، ضمها في قلبك، عقد النية. يقول في اليوم الرابع علي بن أبي طالب أخرج الحسنين يرتجفان كأفراغ طير، جوعانين مولانا، هذا الجسم إذا ما أكل أصير بحالة من الرجفة. يقول أخرج الحسنين يرتجفان كأفراغ طير، ها يقول شافهم النبي من بعيد. يقول جاء مهرولا حتى وقع رداءه على التراب وجلس احتضن الحسنين، صاح علي ما لي أرى ولدي بهذه الحالة. ايش قال لعلي؟ قال يا رسول الله صار لهم ثلاثة أيام ما أكلوا الطعام.
قال وأين الزهراء يا علي؟ قال في البيت يا رسول الله. اسمع اسمع، في البيت. يقول ذهب النبب هرولا، يقول لقى الزهراء جالسة في زاوية من زوايا البيت، ها ورأسها على الجدار وبطنها قد التصقت بظهرها. قال بني فاطمة قومي يا نور عيني. قالت يا رسول الله لا طاقة لي على القيام، أنا ما أقدر أقوم، صار ثلاثة أيام ما أكل. يقول نزل جبرائيل ينادي يا رسول الله ماذا فعل علي وآل علي؟ قال ماذا فعل يا جبرائيل؟ قال يا رسول الله الملائكة ضجوا بالسماء، الملائكة كنا تصيح يا علي. فقال الله يا ملائكتي ويا سكار سماواتي هذا عبدي علي وآل علي. ولهذا عندهم عزة نفس حبيبي، ولهذا الشوف زينب، زينب مولاي زينب الشوف الطعام يقدم للأطفال، الصيح يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام. الدور تروح إلى وجه الحسين تقول لأخويا تصدق الوادم علي بعد الصدقات كلها. خويا تصدق الوادب علينا علينا، او عطايا الخلق كل ابن دينا ما خاب والله ليحتنينا، والله ما خاب والله ليحتنينا، ويظل كل سنة يروح ويجينا. بعد أرد أسمعك شوي اليوم أرد أبكي وياك كذا والله. يقول زينب دخلوها في خربة، أطفال الحسين قاعدين، يقول وإذا بأمرأة جايبة طعام، يقول ألوان متلونة. أطفال الحسين مولاي أكو من عندهم صغار، هذا الصغير ما سيطر عليه إذا جوعان. يقول ركض وين؟ ركض للطعام. الكبير اللي أكبر من عنده يمشي خطوات وعين على عمة زينب، عمة تقبل لو ما تقبل. يقول صاح زينب يا أطفال الحسين إن الصدق علينا حرام فارجعوا. يقول المرأة قالت أبة الله هي مو صدقة. تعجبت زينب مو صدقة شان شنو؟ قالت هذا نذر علي. شنو سبب النذر؟ قالت أمة الله أنا كنت الوحيدة لأمي وأبي، وأصبت بمرض، والد عجز من الأطباء أخذني إلى رسول الله. يقول زينب لما سمعت رسول الله صاحت ومحمدا، قالت لا أخذني إلى رسول الله. فقال يا رسول الله أنا هاي البنت الوحيدة عندي، فادعوا لها أنت وسيلتنا إلى الله. اتقلها أمة الله. فصاح النبي أين ولد الحسين؟ يقول زينب لما سمع ظلت تلطم على راسه الصيح وحسين. المرأة تعجبت قالت أمة الله شو أنا ذا أذكر النبي أذكر الحسين؟ أنت ظلتك على راسك. قالت أكمل بارك الله فيك. قالت لها جاء الحسين عليه عمة بيضاء سحابية، فكان عمره 5 سنوات. النبي قال لبني حسين ادعو لها، فأجلسني الحسين في حجرة ورفع يده تكلم بكلمات ما أن أكمل الكلام حتى قمت من مكاني من دون مرض. فقال والدي لرسول الله يا رسول الله بأي شيء أجازيك؟ فقال له النبي وأنتم من أي البلاد؟ قال احنا من الكوفة. يقول النبي لما سمع الكوفة
خرت دموع على خده قال حظنا الطعام والماء البارد للسبايا سوف يدخلون إلى بلدكم هؤلاء لا يأكلون الصدق قولوا لهم هذا من رسول الله. تقولها الآن سمعت أكو سبايا جايين. يقول قالت لها زينب سلام الله عليها قالت لأبة الله تعرفين الحسين إذا شفتيه؟ قالت إيه والله صورة الحسين إلى الآن بذهني. قالت لها أبة الله انظري إلى هذا الرأس. يقول نظرت إليه المرأة وصاحت وحسينا لطمت رأسها سقطت إلى الأرض مغمى عليها. زينب تقول لأخويا هلا برأسك يا لعبي. خويا زينب تحب الحسين. خويا يا هلال ازنب ليلة العيد. خويا ليش عفتنا ويا ناس المويا. ايوه جاوي بعد اذا سمع قضيه ها لان اليوم عندنا حاجات وحق الحسين. شايف الطفل بولاي ترها زينب علاقتها اكثر اللي كتل زينب هو راس الحسين ومواقف راس الحسين وخاصه اللي اذى زينب رقيه صاحبه الخربه. هاي رقيه ابنة الحسين تشبه الزهراء. يقول يوم من الأيام واقفة عند الباب تشوف الأطفال كل أب يأخذ بنته ولده معاه ورايح للبيت. يقول التفتت الطفلة صاحت عم زينب وين رايحين ذولا؟ قالت لها بني إلى بيوتهم. فصاحت عم زينب متى يأتي والد الحسين ويأخذني إلى بيتي؟ يقول زينب رادت ماذا؟ ها رادت ترفع الحزن على هالطفلة. هاي يقول أخذتها في جولة في الشام. يقول تفتر بالشام شوية يقول وإذا بأطفال. والله أحتضر من الإمام المنتظر على هذا القول. يقول وإذا بأطفال يرمون الشجرة. يقول تبعنا الزينب وإذا براس الحسين يزيد أبر. قالوا ضعوا رأس الحسين على شجرة. يقول رقية نظر صاحت عب زينب آه يا زينب. صاحت عب زينب قولي لهم أن لا يضرب رأس والد آه يا زينب. يقول زينب قالت بني هيا نذهب. قالت لا والله حتى ترفعين إلى رأس والد أنا مشتاقة إلى رأس والدي. يقول رفعتها زينب احتضنته إلى صدرها ضمته إلى صدرها. والله أثار الأبو يا ناس خيبة يفيع على بناته وحريم. يا الله إلهنا وسيدنا ومولانا نقسم عليك بزينب أم المصائب. إلهي نسألك بزينب يا الله. اللهم اشفي لنا مرضانا واقضي لنا حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. اللهم لا تحرمنا من الحسين وآل الحسين يا الله. اللهم إنا نسألك يا الله باسم الحسين لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راضي عنا بولاية أمير المؤمنين. إلهي مؤسسي هذا المأتم الشريف اقضي حوائجهم ارحم موتاهم
إلهنا وتقبل منهم ومنا صالح الأعمال. والفاتحة مع الصلوات.